السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة مع الأوتوليس فور أوتوكاد. في الحلقة إن شاء الله راح نشوفه الديسبلاي كنترول فونكشن. ما هي الديسبلاي كنترول فونكشن؟ هي أوامر نستخدموها لإظهار رسائل أو قيم الفاريابلز في الكوماند لاين للمستخدم داخل الأوتوكاد. وأيضا هذه الأوامر نستخدموها للكتابة داخل ملفات نصية أو ملفات الإكسل. وايضا نشوفوا في هذه الحلقه الفايل هاندلينج فانكشن. الفايل هاندلينج فانكشنز هي اوامر لطريقه انشاء ملفات بلغه الاوتوليسب. من بين هذه الملفات هي الملفات النصيه وملفات السي اس في اللي قلنا هي ملفات الاكسل. ونشوفوا ايضا الاوامر اللي نقدروا بها نصنع ملف او نجد ملف، يعني البحث عن ملف، فتح ملف، غلق الملف، والكتابة داخل الملف، استخراج بعض السطور من هذا الملف. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. نفتح الأوامر هذه تاع Display Control Function. شفناها من قبل اللي هي استخدمناها عدة مرات اللي هي Prancy. يعني بصح كنا معظم الناس ممكن ما تفهمش هاد الأوامر، استخدمناهم ليه تفادي بعض الأخطاء اللي كنا نديرهم في الكود اللي كنا نخدمه. هنا مثلا حبيت نظهر رسالة للمستخدم this is a test of playing a message. هيدا شيء بسيط جدا، ثلاث مرتين ندير load. هناك تشوف نساو هاد الجهة، هاد الجهة لا نستخدموها، استخدموا بشكل اساسي هذه الجهه لانه المستخدم ما يشوفش الفيجوال ليسب كونسول، يشوف الكوموند هنا كوموند لاين تاعو. شوف this is a test of displaying. الاوامر اللي عندنا كامل اللي هي نبداو بالاولى، ندير كوبي باست 2 3. عندنا برنت اللي تعرفوها كامل، برنت عادي او نخليها هي الثانيه. عندنا برنسي اللي استخدمناها من قبل، عندنا برنت اللي هي اطبع نص، عندنا برن ا 1، وعندنا عندنا اشياء اخرى نديروها من تحت ماشي مشكل. نشوفوها ثلاثه قبل برنسي هي كي تشوف النتيجه تاعها هي نتيجه عاديه. هنا هيك this is the test of displaying message. هنايا كما علامه تنصيص ما يعطيهم ليش. هيدا الشيء الثاني هو برنتي واش تختلف على برنسي؟ هي نفس الشيء، ولكن خليكم تشوفوا النتيجه وحدكم. هايدي كي ندير هيدا تلاحظوا انتم الفرق. كما راكم تشوفوا هنا علامات التنصيص هم اللي خرجوا كوبي، يعني نسخ بعلامات التنصيص. وايضا دير شيء اخر باش تشوفوا الفرق، يعني دير كوبي لهذه برنسي حطها تحتها هذه باست برنسي وبرنتي. بون هذه ما نسحقهاش خليها لتحت. كي ننسخ الكل هيدا واش يعطيني هنا؟ تشوفوا اعطيني فيلايد فيزيوال ليسب ديو this is A test of displaying a message. بعد تشوف هنايا مباشرة بدأ الجملة الثانية اللي هي برن سي. هايديك this is هنا تخلص عند ال من راهي هايديك this is a message إلى آخره. تشوف بلي ما خلى لا فراغ ما كما نقولوا إحنا لم يقفي السطر. ولكن في حالة البرن تي اللي هي ثالثة تشوف هنا خلى يعني قفز السطر وكتب الرسالة تاعو، ولكن ترك علامة التنصيص. هذا هي الفرق، يعني هذا يقفز السطر وهذا لا يقفز السطر ولا يترك الفراغات. أيضا لو درت لو يعني تشوفوا النتيجة الأخرى هنا كي نكتب برنسي كوبي نديرها هنا بعد برنتي، يعني تشوف هادو كامل برنسي. نشوف النتيجة الآن باش تشوفوا الفرق. كاين شيء آخر حبيت نضيفه هنا
بالنسبه للبلانتي دير لو هنايا تشوف هايدي this is a test of displaying a message but this is test of displaying a message بعد هنا هايليك تاع برانتي ثالثه يعني قفز السطر ودار this is a test of displaying a message بعد هنا خلى فراغ يعني برانتي تقفز السطر وتخليه فراغ بعد الرساله هيدا كانه تنظم الحاله بعد تشوف this is a test of displaying a message فهمتوا يعني الفرق بين هذه وهذه بسيط جدا ولكن هنا تعطيك علامة التنصيص نديرو احنا الان برنس وان هذيك برنس برن وان يعني نفس الشيء مع الأوامر الأخرى هاي ليك this is a test of displaying messages ولكن الفرق بين هذه وهذا الأمرين السابقين print one تشبه البرنتي print ولكن لا تترك فراغ ولا تقفي السطر يعني درت هيدا copy نديرها تحتها copy ندير الأربعة مع بعضهم هيدا تشوف هنا هيدا يبدأ من هاي this is a test displaying a message ومن بعد this is test باسكو برنتي قفز السطر وخلى فراغ بعد this is test displaying a message بعد هنا لم يترك فراغ ولم يقفز سطر يعني هي تماما مثل تي برنتي ولكن لا تقفز السطر ولا تترك فراغ بعد هاد الميسج هذا ما كان يعني الامر بسيط جدا والبرنسي الفرق بين برنسي وبرن و برن ا وان هي نفس الشيء ولكن هذه تطبع بعلامات التنصيص وتطبع بدون علامات التنصيص كما هنا كي تشوف عليك هنا لا يوجد علامات التنصيص شرط يعني شيء بسيط جدا كاين امر واحد اخر اللي هو يشبه البرنسي اللي هو برومبت اليوم ما نشوفوش الاهميه تاعو ولكن نجربوه لكم يعني لمعرفه الاوامر فقط باست نفس الرسالة ندير لو ده نايلك this is a test for displaying a message يعني تماما مثل print كاين شيء آخر اللي هو عرفنا بلي print يقفز السطر يعني كيفاش نقدر نقفز السطر باستعمال print أو print one copy ندير copy print اللي هو الأمر ترپيري Wait just a second. هذا تير بري هذا تير بري نعود ندير رسالة أخرى كوبي هذه نقدر نديروها هنا هيدا فرع المفروض أنه هذه وهذه جم تلاصقين ولكن نشوفها هنا دقيقة ندير سكيب حتى تفرغ هاد السمو تعطيني كنسل فقط كي نحدد هاد الثلاثة وندير لود شوف هنا النتيجة تاعي اللي هي this is a test of displaying message but this is a test of displaying message بدون تربري اكتو هنا كل واحدة في سطر بدون استعمل هاد الأمر باش يعطيني النتيجة نعاود نفس الشيء هنا دقيقة سكيب ندير لود this is ميساج هنا تبدا this is message شوف متلاصقين يعني بالامر تير بري نقفز سطر يعني التي هذا كانه التي هذا هو هاد التي اللي يجي في برنت هذا الامر بسيط جدا يعني ماشي امر غير معقد ولكن للاسف هذا الامر ما استخدموش تخدموه داخل الملفات استخدموه لاظهار للمستخدم فقط بقى لي امر واحد اخر اللي هو بسيط ايضا ولكن مختلف عن هاد أوامر اللي هي تظهر في الكوموند لاين تظهرنا النصوص في الكوموند لاين اللي هو alert alert نستعملوه خاصة في حالة الأخطاء alert بون ندير نفس الميساج copy paste ندير هيدا ولكن
يعطيني رسالة نافذة في نافذة. This is a test of displaying message. يعني نافذة تاع ويندوز عادي. وهذه نستعملوها خاصة في حالة الأخطاء لإظهار نوع الخطأ في البرنامج تاعي. إذا لونك هذه هي الأوامر اللي عندنا. عندنا برنسي برنتي برن ون برومبت و تيربري و أليرت. يعني أوامر بسيطة جدا. بالنسبة للأوامر display control functions كاين أوامر أخرى ولكن لم أرى باللي عندها أهمية كبيرة كما هذا. يمكن تدخلوا الهلب أوتوكاد اكتبوا في جوجل هلب أوتوكاد 2020 يعطيكم الرابط الأول تلقوا فيه أشياء أخرى واكتبوا فقط display control functions يعطيكم كل أوامر متعلقة بهذا الدرس. نروح نشوفوا ذوك الجزء الثاني من الدرس اللي هو File Handling Function. لإنشاء ملف أمر بسيط جدا. في المثال تاعنا نديرو إنشاء ملف TXT. يعني نبدأ ننشئو variable set q variable تاعنا نسميه file 1 مثلا. هذا الفايل 1 نعطيلو مسار اللي يتخبى فيه مثلا اللي يتخزن فيه مثلا نروحو للدي نكتب دي كوبي نخزنه هنا ملف txt مباشرة باست ولكن بشرط هذا نكتبه على أساس أنه نص دي. وهذا الرمز اللي هو مائل نكتبه على هذا الشكل تقسيم وضوك نوضحكم علاش نقلبه هذا الشكل. الملف تاعي نسميه فايل 1 أيضا نقدر نسميه فايل ولا تيست كرييت ولا كرييت تكست فايل تكست فايل تكست اغلق. كأني انشأت variable هذا الفاريبل خبيت فيه string او كتابة وهذه الكتابة هي مسار اللي يتخبى فيه الملف تاعي ولكن هنا نسيت باش نكتب نوع الملف تاعي txt هيدا. واش نقول له الان نقول له انا الملف هذا انشات ملف ولكن الملف لازم نفتحه. لفتح الملف نكتب set q نفس الشيء نفتحه لازم فتح الملف واش يحتاج انك تفتحه داخل variable واحد اخر. يعني ما تقدرش تكتب في الملف مباشره. لا ادري ان كنت يعني لاحظت هذا الشيء ايضا مع الملفات الوورد والاكسل او الاوفيس بصفه عامه. يعني كي ندير انا وورد هنا نفتح الملف في حقيقة الأمر أنا راني نكتب ولكن هو لا يخزن في هذا يخزن في حطه في ال ديرو في الديسكتوب مثلا سميها أي أفيشاج هايد هايد فايلز. نشوف هنا هنا عندي ملف A وعندي ملف آخر فيه هذه علامة الدولار. هذا الملف مؤقت وهذا الملف الحقيقي. هذا الملف الحقيقي فارغ في الأصل هو ملف فارغ. أنا كي نكتب هنا كي نكتب هذا الأشياء راح تتخزن في هذا الملف اللي هو هذا variable وهذا variable. هذا الملف الأساسي وهذا الملف المؤقت لأني نكتب فيه حاليا. لماذا هذا الشيء؟ لأني في الأصل لو كنت نكتب مباشرة في هذا الملف لا يطلب مني الحفظ كي نجي نغلق الملف. لو كنت أكتب في الملف الأصلي لا يطلب مني الحفظ ولكن لأني أكتب في الملف المؤقت هذا يطلب مني الحفظ. لماذا هذا الأمر؟ لماذا ينشئ ملفين؟ هذا ليحفظ الملف الأصلي حتى لا يغير من محتويات الملف الأصلي. يعني يكتب هنا وفي نهاية الأمر يقول لك خزنه داخل الملف الأصلي. لذلك ننشئ يعني اثنين variable. يعني نتمنى برك يكون الأمر يكون واضح. هيدا هذا variable نفتح فيه الملف تاعي نقول له open file مثلا open file 1 هذا اسم فقط هذا اسم توضيحي فقط open file 1 نستعمل الأمر open
هيدا syntax تاع الفانكشن open هو بهذا الشكل يكون يعني open بعد يجي file name يعني file 1 و يجي mod. المود هذا وش يكون فيه؟ المود هنا يكون عندي ثلاث أحرف اللي هو ال R ال W وال A. ما الفرق بين ال R وال W وال A؟ هنا بالنسبة للناس اللي تكون تعرف ما هو ما معنى ملف القراءة فقط ونفس الكتابة والقراءة، يعني R for reading يعني تقدر تفتح الملف ولكن لا يمكن التغيير على الملف اللي هو ال TXT، write يعني للكتابة داخل الملف، ولكن ال W هذه إذا كان الملف موجود أصلاً، إذا كنا الملف عندي هذا الملف راح يكتب فيه مباشرة ولكن يمحي المحتوى الداخلي داخل الملف، ليكون داخل الملف يمحيه كامل ويبدأ يكتب من جديد. والأي هو مثل write اللي هي W ولكن بالاحتفاظ بالمعلومات السابقة، يعني إذا كان تكست فيه محتويات ما يحذفهاش، يكمل كتابة في الملف القادم. هذه لفتح الملف فقط، وهذه لكتابة داخل الملف يعني التعديل على الملف أو الكتابة داخله، ولكن بشرط أنه يحذف كل ما بداخل الملف. والأي هي مثل رايت ولكن يكمل الكتابة ولا يحذف الأشياء السابقة. هيدا أنا في هذه الحالة وش هندير؟ هندير أي لأني ممكن أو يمكن نستعمل W، ولكن في يعني حسب الخبرة تاعي البسيطة في مجال الأوتوليسب، لأني لما أحتاج ملف وأكتب فيه عدة مرات أستخدم دائما الـ A بدل الـ W، يعني حتى أتجنب حذف الأشياء نكون محتاجها دون أن ننسى دائما علامة التنصيص لأن هذا ليس variable. هيدا ونغلق القوس تاعي، نغلق القوس الثاني. هنا عندي خطأ set q هذا ناحية هذا. في هذه الحالة وش يعطيني؟ يعطيني ملف ينشئ variable يخزن فيه مسار الملف، ومن بعد هذا الملف اللي هو file 1 نفتحه ونخبيه داخل ملف مؤقت اللي هو open file 1 هيدا، بشرط فتحته بالمود مود A، يعني يمكن التغيير داخل الملف إضافة كتابات ولكن دون حذف الأشياء السابقة، يعني شيء بسيط جدا. نديرو تجربة ونشوفو لود. هنا الاسم هنا خطأت فيها، ما يجيش فيه الفراغ هذا، يعني فايل تكست عندي لود هذه ما لا احتاج الى الاقواس هنايا ايضا، يعني عندي مشكل كبير مع الاقواس اذا لاحظتوا، يعني او حمل عادي يعني set q file one هذا الملف وهذا لفتح الملف. نعم هنا نروح نشوفه دي هوريك دي، يعني في دي هنا فقط برك نخفي الملفات. شو عندي في ملف هنا file text one، يعني هكذا انشأت ملف وفتحته في ال variable آخر أو في ملف مؤقت آخر اللي اسمه open file. أنا حبيت نكتب داخل ملف، حبيت نكتب شيء داخل ملف باستعمال أوامر اللي شفناها اللي هي display control functions اللي هي print c print one وأوامر أخرى أيضا. مثلا نديرو شيء بسيط جدا اللي هي نكتب داخل ملف، نكتب print c عادي وش نكتب هنا text test text test writing in file هيدا، ولكن بشرط انه تعطيله اسم الملف تاعنا اللي هو open file هنا copy و paste هيدا. نغلق شيء بسيط جدا. واش درنا؟ نشأنا الملف، اعطينا له الرابط الاسم تاعه، فتحنا الملف داخل ملف مؤقت سميناه open file 1
بالامر open وبالخاصيه اي حتى يضيف على النص. طبعنا كتابه داخل الملف بهذا الشكل. والان واش ندير عند الانتهاء؟ واش نديرو؟ نفس المثال اللي درت لكم بالوورد، اللي هو تغلق الملف اللي يطلب منك الحفظ، اللي هي الامر close واش اي الملف اللي هو بوبون فايل 1. عادي جدا، هاي هنا انتهى الامر. ندير لود هنايا، ما حنا لم يظهر اي شيء. واش ندير انا؟ لازم نروح نشوف الملف تاعي اللي هو فايل تيست تكست 1. هاولي نفتحو، كيف تفتح الملف؟ هاي تيست رايتين ان فايل، يعني امر بسيط 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 جدا. في بعض الاحيان تفتح الملف او تشوف هنايا في الفوليوم، هنا عندي 1 كيلو اوكتي، تلقاه صفر. يعني بعض الاحيان يتاخر، لا ادري المشكل ما هو. حتى في عمليه البرمجه داخل اكسل جربت هذا الامر، كي تكون برمج الكتابه نلقى الملف هذا فارغ ويتاخر الكتابه تاعها حتى بعد اغلاق الاوتوكاد. يعني في بعض الاحيان انتظروا شويه قبل. هيدا انلي خليه كيما هذا. هو الطريقه البسيطه لكتابه او لاستخراج المعلومات او كتابه داخل ملف. هنا فائده هذا الشيء هو انه لو اردت استخراج احداثيات بولي لاين مثلا، ما هذه الطريقه نستعملوها لحفظ الاحداثيات داخل البولي لاين. نديروا مثال او نديروا لاين، نديروا لاين لانه الامر اسهل باللاين لفهم الامر. مثلا عندي لاين هنا هوم جو لاين، انا اللي سحب الاحداثيه الاولى والاحداثيه الثانيه. هنا واش نحتاج؟ نحتاج الامر كالعاده كما الاوامر اللي كنا نستخدموها دائما، اللي هي انت سيلكت و انت جيت سيت عفوا set q اي نايم انتلكت ان انتيتي سيل. ديروا رساله select فايل select object، نغلق. والشيء الثاني اللي هو set q اي داتا لاستخراج ال get and get و اي نعم. هنا الخطا نراه، اذا لاحظتوا خطا هنا يعطيني قائمه بعنصرين نحدد هاليك. انا اسحق العنصر الاول اللي نستخدم فيه الامر كار، هيا نغلق. يعني الان كي نحدد ندير لود نحدد له العنصر، واش يعطيني؟ يعطيني الاسم العنصر، ومن اسم العنصر باستعمال انت جيت يعطيني القائمه تاعو. انا كي نحب نشوف القائمه هذه بشكل بسيط اللي هي بالانسبكت، يعطيني القائمه تاعي هذه. انا نسحق العنصر رقم او الكود رقم 10، يعني بدايه النقطه الاولى، والرقم 11. حبيت نستخرج هاد العددين 10 و 11. هنا واش نحتاج؟ نحتاج درناها في الحلقات السابقه اللي هي نخبيهم set q start point. هنا نسحق نسحب العنصر ذات الكود 10 اسوس 10 من القائمه اي داتا او من الفاريبل اي داتا، ونفس الكود ولكن ب فاريبل اخر اند بوينت. وهنا نسحق الكود رقم 11. يعني كي نضغط مرتين هنا ونشوف
النتيجة هامليك. ولكن لا أحتاج الرقم 10 ولا أحتاج الرقم 11، يعني إحنا نسحب القائمة كل قائمة ما عدا العنصر الأول. هنا أحتاج الأمر اللي هو عكس الأمر كار اللي هو سي دي ار بدون نسيان غلق القوس، وهنا نفس الشيء قوس سي دي ار ونغلق القوس. هنا عود نحدد ونضغط يعطيني هامليك إحداثيات تاع نقطة البداية ونقطة النهاية. حبيت نحفظ هاد الإحداثيات داخل الملف تاعي. هاد الخطين الأولى يبقوا كما هم، ولكن نغير اسم أو نحذف الملف. نحذف الملف لأنه حتى تتجنب هاد الكتابة، لا خليها عادي. نحذف ملف، لا يمكن حذف ملف لأنه مستعمل داخل أوتوكاد، خليه كما عادي لا بأس. أنشأت ملف، فتحت الملف، كتبت فيه كتابة، وهنا غلق الملف. هذه نعود نحذفها في هذه الحالة ما تحقاش. هنا استخرجت الآخر، هنا كذا، ولكن نكتب هذا الفاريبل أو الفاريبل الثاني نكتبهم داخل الملف تاعي بالطريقة اللي ترناها، اللي هي بران سي أو بران سي. هنا واش ندير؟ ستارت بوينت، ستارت بوينت، يعني حتى أتجنب الأخطاء من الأحسن دير كوبي باست داخل الملف اللي هو open file 1. كوبي باست أغلق، والجملة الثانية اللي هي كوبي باست and point هيدا open file. ولكن كما قلنا احنا برنسي، البرنسي كي تطبع تعطيني هاد الجملة وهاد القيمة حتكتبها مني في نفس السطر، يعني هادي حتكتبها مباشرة هنا. بون، في هاد الشيء يمكن استعمل البرنت افيك ويد تي هيدا، لانه يقفز السطر على الاقل في الجملة الاولى، يقفز السطر ويترك فراغ هنا. هيدا يمكن تجرب بالبرنسي في الحالة تاعكم، يمكن تجرب وإعادة التمرين كاملا. وهنا وش خاص؟ لازم نغلق الملف حتى يقوم بنسخ القيم هذه داخل ملف فايل 1. لازم نغلق الملف open file 1. هنا ندير close open file 1 هيدا، وتنتهي المسألة. نحاول نحدد كل شيء، ندير load، يطلب مني select object هاوليك، كتب كل شيء. هنا المفروض كي نفتح الملف تاعي نلقاه تغير. شوف هنا راني سحبت القيم تاعي بطريقه سهله. هو قفز السطر لاني استعملت برنتي، وهنا لم استعمل برنت، والبرنتي الميزه تاعها انها تقفز السطر وتخلي الفراغ بعد الكتابه اللي حاب تكتبها. البرنسي تكتب مباشره، لو استخدمت برنسي برنسي حيكون هاد الجمل حتكون هذه كاملة حتجي بهذا الشكل. في حالة برنسي برنسي تجي في هذا الشكل متلاصقة مع الإي وتجي هايدا، وهنا لا يوجد فراغ، يعني الأمر مختلط نوعا ما. لذلك يمكنك استعمال أوامر اللي تحتاجهم بالشكل اللي تحتاجه. هيدا نغلق، هذا تمرين بسيط يعني لإظهار كيفية استخراج إحداثيات. نشوفوا كيفاش نستخرج إحداثيات بوليلاين في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه نحتاج فيها واحد الدالة اللي هي فور إتش، ولشرح الدالة هذيك حيطول الأمر، وهنا حتى لا يكون الفيديو طويل بزاف، يعني نفضل ما نديرش التمرين هذاك. المهم هنا عطيت لكم أهم أشياء في إنشاء ملف. الحلقة الجاية إن شاء الله نشوفوا أمر واحد آخر لإنشاء الملف، لأنه في هذه الحالة أنا عطيت له الاسم داخل البرنامج مباشرة. ولكن في الحلقة القادمة مع البولي لاين كيفية استخراج الإحداثيات البولي لاين، راح نشوفوا طريقة أخرى كيفاش تنبثق نافذة، وحنا نعطيه الاسم ونعطيه حتى نوع الملف، ليش بشرط يكون TXT، يمكن CSV مثلا. إذا عندكم أسئلة ولا عندكم تعليقات أو عندكم أي شيء أو مقترحات، ديروا لنا في التعليقات، وما تنسوش
بارتاجي وشير شير شير للفيديوهات تعم فائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.